نروح لاستغاثة من والد طفل مصاب بضمور في العضلات. هو عنده 12 سنة، ظهرت عليه أعراض المرض وهو عنده حوالي 6 سنوات، مش لاقيين له حل لحد دلوقتي. تفاصيل أكتر معايا الأستاذ محمود محمد والد الطفل. أستاذ محمود مساء الخير، يا فندم. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. قولي حضرتك، هو دلوقتي عنده 12 سنة وعنده ضمور في العضلات، طيب انت حاولت تعالجه بقالك قد ايه؟ أنا بقالي دلوقتي أكثر من 7 سنوات باخد علاج مزمن بصفة مستمرة، مقويات، ورحت لأكثر من دكتور مخ وأعصاب، وبعت تحاليله لأكثر من جهة هنا في مصر. ايوه. وبعتها لي في الخارج، وما زلت ما فيش اي علاج ظهر عندي حاليا في مصر يساعدني في علاجه، والحاله بتسوء يوم عن يوم. لدرجه يعني كل الادويه اللي حضرتك اديتها له ما جابتش نتيجه؟ لا يا فندم، للاسف ما جابتش نتيجه. واحنا يعني بستغيث انا ووالدته واخواته ونفس حالات محمد اللي سياده رئيس الجمهوريه لما عمل مليون ميت صحه. احنا محتاجين رعايه من حضرته ومن معالي وزير الصحه يشوف لنا حاله زي حالات محمد، لانه بالشكل ده وفي المدرسه نفسياته مش بيعاني من نفسياته مع زمايله. النهارده بيتحرك تحرك ثقيل جدا لدرجه انه في قومه وعاده واذهابه للمدرسه بيحتاج انا ووالدته نوديه بنفسنا، وما بنقدرش يخش الحمام الا بمساعده مننا احنا الاثنين او اخواته او نزول السلم او صعود السلم. فاستغاثه لسياده رئيس الجمهوريه لما عمل مليون صحه وعالج امراض كتير والمنظومه الصحيه الناجحه بفضل الله وان شاء الله بوجود حضرته والسيد معالي وزير الصحه، بناشد نيابه عن الاسر اللي فيها حاله زي حالات محمد نشوف لنا علاج في الخارج زي ما قالوا لنا بعض الدكاتره في المانيا ذو علاج. يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى في ظل وجود السيد الرئيس الجمهوريه والسيد معالي وزير الصحه يساعدنا في الوصول لعلاج للحالات دي، لان احنا خلاص وصلنا لمرحله ان احنا مش قادرين نعمل حاجه. طيب استاذ محمود انا بشكرك وان شاء الله كل تمنياتنا بالشفاء العاجل. اكيد ارقامك معانا في الكنترول و هيكون في رد بإذن الله من وزارة الصحة، وهتتبنى حالة ابنك وإن شاء الله يا رب بإذن الله نشوفه في حالة أحسن. لسه بنستقبل معاكم استغاثات وشكاوى. معايا الأستاذ طلعت مفيد من اسكندرية في استغاثة، تفضل حضرتك أستاذ طلعت. أيوة فندم، معانا عليكي. تفضل قولي إيه مشكلتك؟ مشكلتي يا فندم مع سيادة الأستاذ رضا نصيف عضو مجلس نواب عن دايرة دمنهور شبراخيل. مشكلتي يا فندم إن أنا راجل مشتري 45 فدان ومسجلهم من سنة 2016 شهر 12. فوجئت سيادة النائب جالي سنة 2017 شهر 10 بيستفزني بمبلغ مالي، تمام، وبعت لي ناس من الأشخاص ركبوا الارض بتاعتي، وبعد ما ركبوا الارض بتاعتي عملت محاضر رسميه واتجهت للقانون ومشيت في موضوع المحاضر، ورئيس النيابه والمحامي العام مكنني. فوجئت يوم الاحد الموافق 6 اكتوبر دخل الاستاذ العضو رضا نصيف داخل عاوز يضم الرز بتاعي، وفوجئت اللي رفع المسدس في وش الغفير بتاعي وعاوز يضربه بالنار. دخل عليه الغفير بيقول له اضربني بالنار، راحت رجل النائب اتزحلقت وقع في قلب المصرف. تمام؟ أيوة. انا بقول لكم غسوني من هذا الرجل، انا مش حمله. يخش المكاتب يقدم يقول انا عضو مجلس نواب، يفتحوا له المكاتب وانا عشان اخش اي مكتب. مكاتب ايه يا استاذ طلعت؟ مكاتب ايه اللي انت تقصده؟ مكاتب مثلا زي مثلا مكاتب الزراعه، زي مثلا مكاتب مش عارف دمنهور، لكن الاحياء. يعني الاحكام اللي معاك هي في صفك، الاحكام النهائيه في صفك، والارض باسمك، وقانونا هي دلوقتي بتاعتك. اولا يا فندم انا اشكر الشرطه
مركز كفر الدوار بالكامل. الشرطة ماشية على الحياد، ما عندهمش ولا كده ولا كده، بيمشوا بمرض الله. واشكر النيابة العامة بمركز كفر الدوار والمحمودية والمحامي العام. طب انت بتناشد مين، او يعني مين اللي مقصر في وجهة نظرك دلوقتي علشان تاخد حقك؟ انا فندم بستغيث بالنائب العام، بالنائب العام، وبستغيث بالدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسياده النائب رضا نصيف ليه كذا وقعه، ليه كذا وقعه، وقعه في عوايد ضيف بالنسبه للاراضي، ووقعه في الطبيه، ووقعه في البحيره، تمام، بندر البحيره، ووقعه كمان، ووقعه في كفر الدار، وكل دوت بدلائل ومستندات رسميه. وانا يعني بقول لكم، وانا بناشدهم بقول لهم ارحموني من الراجل اللي ظلمني. طيب انا بشكرك استاذ رضا، بشكرك استاذ طلعت مفيد، وانا باب الرد مفتوح لاستاذ رضا نصيف الكلام على مسؤوليه المتصل، وطبعا احنا نحب نسمع الطرف الاخر استاذ رضا نصيف علشان نشوف المشكله ديت، يعني المفروض نسمع ان احنا من الطرفين الراي والراي الاخر. معايا استغاثه ثالثه، علي رمضان من القاهره. استاذ علي اتفضل. السلام عليكم، ازي حضرتك يا فندم، عامل ايه؟ وعليكم السلام، اهلا بيك. تمام تمام الحمد لله تمام. اتفضل. بقول لحضرتك انا من فتره كده، من اسبوعين كده، ايوه، او من يعني من 25 كده يوم كده، او من اسبوعين بالظبط، تمام. زوجتي راحت تقدم في مدرسه الشهيد عادل مصطفى، البطل الشهيد عادل مصطفى، تمام تمام، هي ومثلا وبتاع 20 30 واحد كمان، تمام. فراحت تقدم، قدمت، حطت 800 جنيه ماشي، و205 مصاريف كتب، يعني في حسبه 1000 جنيه كده مثلا، تمام. وفي ناس كتير دفعت يعني في حسبه 1000 1000 ونص برضه، يعني في يعني مبالغ كبيره، تمام. عشان ايه ال1000 وال1000 ونص دي؟ تستلم الكتب، قالوا لها حضرتك ما فيش كتب، وهي اصلا مش متسجله عندنا في المدرسه بعد كل المصاريف دي كلها. المديره اسمها، يعني انا بس معلش هتوقف تاني. نعم استاذ علي، انا هتوقف معاك تاني بس عشان ايه، وانت بتحكي الموضوع يعني انت دلوقتي رحت دفعت الفلوس على اساس ايه وانت بنتك مش متسجله في المدرسه؟ لا ده في كي جي 2 يا فندم. الايه؟ المدارس تبدا اصلا في كي جي 2. زوجتي راحت قدمت للمديره، ها، اسمها فاتن المراغي. ايوه المديره اسمها فاتن المراغي، تمام. خدت الفلوس من اولياء الامور، وبعد كده راحت اتنقلت في مدرسه ثانيه، ماشي ماشي، وطلعوا ال 20 25 طالب، تمام، في كي جي 2 مش متسجلين، وهي اخذت الفلوس وهم مش متسجلين. يعني اللي انت بتقوله ده على فكره جريمه، يعني دي جريمه نصب اللي انت بتقوله ده. والاداره كل يوم والتاني عماله تيجي ومش ومفيش حل، ومفيش حل، تمام. طب انتوا عملتوا بلاغ، عملتوا بلاغ بالواقعه فيها؟ نعم، عملتوا بلاغ بالواقعه دي؟ عملنا شكوى وقدمناها للمواجه على ما اعتقد. زوجتي النهارده قدمت شكوى، وفي ناس كتير مقدمه شكاوي برضو، وما فيش اي حاجه حصلت. ده غير كده وكده يا فندم. قدمتوا الشكوى فين؟ قدمتوا الشكوى فين؟ مهم اعرف. في المدرسه، في المدرسه نفسها، في المدرسه. لا ما فيش اي يعني، ما قدمتوش شكاوي بره او بلاغ؟ انا كنت بكره هطلع على القسم اعمل محضر في الشرطه كمان. لازم. لا ان شاء الله باذن الله. المشكله الكبيره بقى يا فندم كمان، ان المدرسه قدامها مقلب زباله، مش شنطه ولا شنطتين، قدامها مقلب زباله، كوم زباله كبير، دي حاجه. الحاجه الثانيه ماشي، ان جوه في الحمامات بلاقي ابر سرنجات كده مرميه في الحمام. انت قلت لي مدرسه ايه دي؟ مدرسه ايه؟ مدرسه الشهيد علي المصطفى. دي فين مكانها؟ في دار السلام، في دار السلام. لو انت بتدخل الحمامات في دار السلام، انت دخلت الحمامات في المدرسه دي؟ دخلت يعني؟
لقيت السرنجات بنفسك. ابر في الحمامات وشفت النهارده واقفه في اوضه المدير لقيت ريحه بانجو. لا لا طب ده كتير قوي. طب انت ايه اللي موديك المدرسه دي لما هي فيها كل ده اصلا؟ يعني انت دلوقتي عشان يبقى الكلام مظبوط. لما كل ده موجود في المدرسه انت رايح المدرسه دي ليه بقى؟ ما هو يا فندم انا قدمت فيها في قبل ما تبدا وما كنتش اعرف ان المنازل دي كلها فيها. ده غير ان النهارده في واحده كسرت ازازه وكانت داخله تعور المدير. تمام؟ بانجو وبتكسر ازازه وتعور. ده بلطجه يعني. ده احنا هنا مش في مدرسه بقى. ايوه امال ايه يا فندم؟ امال ايه؟ امال ايه؟ دي سفاله. ماشي؟ والمدرسه كانت فطيتين. طيب انا هقول لك حاجه، احنا هنتحقق من هذا الكلام بطريقتنا وهنبعت كاميرا وطبعا هنخاطب وزاره التربيه والتعليم ونشوف دي مدرسه بصراحه يعني فيها مخالفات كتير وما ينفعش انها تفضل فاتحه مدرسه يعني. ما ينفعش خالص. طيب نشوف خلصنا استغاثات مش كده؟ تمام.